السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. في رسالة ملكية سامية موجهة للمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية، جلالة الملك يدعو إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد، مجددا التأكيد على الطابع الاستعجالي للإصلاح الشامل للإدارة العمومية. في تصريح مشترك، المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان حرصهما على الحفاظ على شراكتهما وتعاونهما في مجال الصيد البحري. الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية تجمع كبريات المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المجال بالدار البيضاء ضمن معرض دولي يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في الطاقات النظيفة. تأثير إيجابي للتساقطات المطرية والثلجية على سير الموسم الفلاحي بإقليم فران ودينامية جديدة تضفيها على زراعة الحبوب. أهلا بكم. نستهل هذه النشرة ببرقية التهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيد دانيلو ميدينا سانشيز رئيس جمهورية الدومينيكان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. احتضن تسخيرة اليوم أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا في مستهله رسالة ملكية سامية تلاها عبد اللطيف منوني مستشار جلالة الملك، وفيها تأكيد على الطابع الاستعجالي للإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية. أمين سليماني. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. أوضح جلالة الملك محمد السادس في رسالته السامية الأهمية المحورية التي تحتلها الإدارة العمومية وما تزال منذ الاستقلال وإلى تعانيه من اختلاف، وهذا التقرير يضيف جلالته هو تجسيد لتفعيل توجيهاتنا السامية الرامية إلى إصلاح الإدارة العمومية وتثمين مواردها البشرية. وبخصوص هذا الملتقى أشادت رسالة الملكية بطبيعة الموضوع الملتقى. كما نشيد باختياركم لموضوع إعادة هيكلة منظومة الوظيفة العمومية العليا، مستطلعين لأن يشكل هذا الملتقى وقفة متأنية للدراسة والتقييم من أجل رصد تحولات واختلالات منظومة الوظيفة العمومية بكل مكوناتها وتدرس الإجراءات التشريعية وتنظيمية الكوفيلة بالارتقاء بعمل مرافق مؤسسة الدولة. جلالة الملك محمد السادس نصره الله دعا إدارة المغربية المركزية والمحلية والقائمين عليها دعا إلى مواكبة السياسات العمومية والأوراق التنموية التي تشهدها بلادنا. ورغم المكتسبات المهمة التي حققتها بلادنا، فإن النموذج التنموي الحالي يشدد جلالته لم يعد قادرا على تحقيق تنمية شاملة والاستجابة لانتظارات المواطنين، وذلك بسبب صعوبات كثيرة من بينها ضعف أداء الإدارة وقلة الكفاءة والإدارة وعدم نهج قواعد الحكمة الجيدة. فعندما نتكلم عن الإدارة العمومية بقسوة أحيانا وننتقد أداءها ونجاعتها، فهذا لا يعني أنها لا تقوم بدورها أو يعني تبخيص الكفاءات التي تتوفر عليها والجهود المبذولة للارتقاء بعملها، لأننا نعرف التطور الملحوظ الذي تعرفه منذ سنوات والمنجزات المتميزة والأوراق الكبرى التي ساهمت في تحقيقها، وإنما نريد الرفع من أدائها وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية واستيعاب التطورات العالمية والمساهمة في رفع التحديات التنموية التي تواجه بلادنا.
الرسالة الملكية السادسة تذكرت في هذا الإطار بجهود جلالة الملك محمد السادس في مجال إرساء المفهوم الجديد للسلطة وحرص جلالته على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة كمبدأ أساسي في تنظيم وتدبير المرفق العمومي عبر مبادئ الاستحقاق، النزاهة، الشفافية وتكافؤ الفرص، وأيضا ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي هذا الصدد ندعو للتسريع بإخراج ميثاق المرافق العمومية الذي ينص عليه الدستور وإعطائه صبغة إلزامية تجعل منه مرجعا رئيسيا للحكامة الجيدة في تسيير وتدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية. نص الرسالة الملكية السامية أوضح أيضا دور الإدارة في استقطاب الاستثمارات والكفاءات ورؤوس الأموال وفتح آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل، ومن ثم فمسألة الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الإداري. ونجدد التأكيد هنا على ضرورة إخراج ميثاق لا تمركز الإداري الذي دعونا إليه أكثر من مرة لما هو منتظر منه لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية بين المركز ومختلف المستويات الترابية. والإدارة مطالبة يؤكد جلالة بالتوفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات، وهنا يتجلى دور التكوين والتأهيل. وعلى الإدارة أيضا الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتوفر آليات التحفيز والتأديب، كما يجب العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادة الإدارية بمختلف إدارة المرافق العمومية عبر استقطاب الكفاءة ذات التكوين العالي وضرورة تدريب المسؤولية العالية ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي والقدرة على تدبير المشاريع، وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر تعيين وظائف سامية. إصلاح الإدارة العمومية تضيف الرسالة الملكية يتطلب كذلك تطوير الإطار القانوني مع استهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص ووجود الممارسات الدولية في المجال. تعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في تحديث الإدارة. تغيير العقليات والقطع مع السلوكات المشينة وربط المسؤولية بالمحاسبة أمور لن يتم إصلاح الإدارة العمومية بدون اعتمادها، يقول جلالته. ونأمل من هذا الملتقى يضيف جلالة الملك أن يكون مناسبة لاستخلاص توصيات وقرارات عملية حاسمة وقابلة للتطبيق في مسالك الإصلاح لتشين مسار الانتقال المتدرج إلى نموذج إداري جديد يتلائم مع خصائص النموذج التنموي. فإننا ندعو الله تعالى أن يكون منصفكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد السادس ملك المغرب. الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا يعرف مشاركة 600 من المسؤولين والخبراء في المجال، وهدفه تشخيص منظومة الوظيفة العمومية العليا والتفكير في سبل الإصلاح. أمين سليماني عبد الديسكيوي والمهدي مورين. تورية لسنة 2011 بعرض فيلم وثائقي حول تاريخ وتطور الإدارة العمومية بالمغرب منذ فجر الاستقلال، افتتحت أشغال هذا الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا. ملتقى يصادف تنظيمه الذكرى 60 لإصدار النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكما تم التأكيد عليه في أكثر من مناسبة، تواجه الإدارة العمومية جملة من الاختلالات، وهذا الملتقى حلقة أخرى لتشخيص مكامن الضعف وتحديد زوايا ورش الإصلاح. إصلاح الوظيفة العمومية ورش مستعجل وورش استراتيجي، خص فيه واحد الإصلاح بعيد المدى وورش متجدد ديما خص يستمر. ما عمرنا ما ننهيو الإصلاح، لأنه وقت ما درنا الإصلاح من بعد كتستجد مستجدات أخرى، كتطور العالم، كتطور وسائل التواصل مع المواطنين، كتطور الحاجيات ديال المجتمع. تفاعلا مع التوجيهات الملكية اللي جات في خطب متتالية انطلقت الحكومة في ورش الإصلاح، لكن اليوم الملتقى اللي هو أول ملتقى من نوعه يجتمع فيه كبار
المسؤولين والموظفين السامين من النخبة الإدارية الوطنية للنظر في أوضاع الوظيفة العمومية. هذا الملتقى الوطني ركز اهتمامه على الوظيفة العمومية العليا، لأن الموظف السامي هو من يؤطر ويواجه ويكون ويقود الإصلاح. التنمية الإدارية وتأهيل إدارة يمران حتما عبر إعادة هيكلة الإدارة العمومية العليا والارتقاء بأدوارها وتوجيهها حول المهام القيادية والطلائعية والتأطيرية للسياسة الكبرى للدولة. وما ركزت عليه عروض المشاركين ووقتهم الدراسية تدبير الموارد البشرية انطلاق من دونها المدخل الحقيقي لتعزيز أداء الإدارة العمومية وجعلها تواكب أورش الإصلاح التي تقودها بلادنا. في تصريح مشترك المغرب والاتحاد الأوروبي يعربان اليوم عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية وتعزيزها والحفاظ على تعاونهما في مجال الصباحية. قيس محسن. الاتحاد الأوروبي والمغرب يعربان عن عزمهما مواصلة شراكتهما الاستراتيجية والحفاظ عليها وتعزيزها، وأكد أنهما سيظلان حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري. التأكيد جاء في تصريح مشترك للممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة فيدريكا موغريني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة عقب أخذهما علما بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث شدد الطرفان على تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها، كما اتفقا على مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية، مسجلين أن روح التشاور الوثيق التي طبعت مسلسل ملائمة الاتفاق الفلاحي خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة، كما أكد عزمهما الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري. وفي هذا الصدد أعرب عن إرادتهم التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري. وبهذه الروح والثقة المتجددتين يؤكد الطرفان غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وتشبثهم الكامل بالتطوير المستمر لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن بين هذه المجالات يضيف التصريح نجد على رأسها القضايا الاستراتيجية كسياسة الهجرة، الأمن، التنمية الإقليمية وكذا البحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول. وفي الختام جدد الاتحاد الأوروبي والمغرب التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة وجهود الأمن العام من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء. في نفس السياق أشادت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي ومجموعة من نواب البرلمان الأوروبي بجو الثقة والشراكة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. نتابع التصريحات التالية. المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على الحفاظ على علاقات التعاون في مجال الصيد البحري من خلال التفاوض على الآليات الضرورية المرتبطة باتفاق الصيد. إذن هناك جو من الثقة، والطرفان يؤكدان من جديد على غنى العلاقات بينهما، وعبر عن التزامهما للاستمرار في نفس النهج في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. قرار محكمة العدل الأوروبية يؤشر على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهذا جد مهم. ثانيا، هذا القرار لا يسير التوجه السياسي للمدعي العام الذي تم تقديمه خلال الأسابيع الماضية، وهو أمر مهم أيضا. محكمة العدل الأوروبية طالبت بإلغاء شمولية ما جاء به المدعي العام، والذي طالب فيها بإلغاء اتفاق الصيد الذي يربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب. هذا الطلب يرتكز على مجموعة من الادعاءات السياسية المغلوطة. المحكمة إذن ألغت هذه الادعاءات وأشرت كليا على اتفاق الصيد وسريان مفعوله بين المغرب والاتحاد الأوروبي. المغرب يترجم التزامه بجعل حماية
والنهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا إلى أفعال، تأكيد تضمنته كلمة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان رميد أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. محمد الوهدي. خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف استعرض وزير الدولة بحقوق الإنسان في كلمة المملكة المغربية معطيات خاصة بالتشريعات التي تعتبر مكتسبات هامة على صعيد حقوق الإنسان، ضمنها نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، ومن المحاور المتطرق لها ملف الهجرة وقضية الصحراء المغربية. تحدثنا عن جهود المملكة المغربية في مجال الهجرة، الشيء الذي هو المغرب مكانة مهمة على الصعيد الإفريقي والدولي، كما تطرقنا لقضية المواطنين المغاربة في تندوف، وتعرضنا لما تقوم به الجزائر من ممارسات تتنافى حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمصادرة كثير من حقوق المواطنين في تندوف. السيد مصطفى الرميد استحضر الخطوات التي تم اتخاذها المعززة لدور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان، وتعرض للمنتوج التاريخي بالنسبة للمغرب، وهو اعتماد خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تعتبر رافعة أساسية لمراجعة الأوضاع الحقوقية للرفع من مستواها. كما أشار إلى احتضان المغرب خلال دجنبر المقبل لفعاليات القمة 11 للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. اللحظة ينضم إلينا ياسر العمراني في هذه الإطلالة اليومية على الشأن الاقتصادي. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا. مساء الخير مشاهدينا الكرام. بنسبة 42% يطحو المغرب إلى الرفع من قدرات إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وذلك بحلول سنة 2020. ولتحقيق هذا النجاح مجموعة من المشاريع تنجز على المستوى الوطني يبقى من أبرزها مشروع نور للطاقة الشمسية، ومواكبة لهذه المشاريع معرض دولي للطاقة الشمسية وأنجعة الطاقية في نسخته 7 بمدينة الدار البيضاء. فعاليات اليوم الأول لهذا المعرض تابعها حسن زكي ومصطفى ودة. الشراكات والتحالفات الاستراتيجية المغرب وإفريقيا في مجال الطاقة الشمسية النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة كان هو موضوع النسخة 7 لمعرض الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية سولار إكسبو المغرب، الهادف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للسوق الإفريقي والمغربي. ما زال هناك إمكانيات لتعميق استعمال الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة بما له من فائدة سواء على الأفراد أو على الشركات. هناك تحدي اقتصادي اجتماعي، وهناك تحدي فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء بالتحديد، طبيعي الحال بمساهمة في المجهود العالمي للحد من الانبعاثات الغازية باستعمال طاقة البديلة بصفة عامة. هذه الدورة ستعرف مشاركة عديد من الشركات المغربية وكذلك الشركات العالمية من جميع أنحاء العالم، ولقد عرفت هذه الدورة حضورا مكثفا لعارضين من داخل المغرب وخارجه، وهي كذلك محطة لتسويق الخبرة المغربية في مجال الطاقة الشمسية نحو جميع دول إفريقيا. 85 عارض مغاربة وأجانب حضروا هذه المحطة الإيكولوجية بامتياز للاطلاع على أحدث الإنتاجات الصناعية والابتكارات في القطاع، وكذا التطلع لشراكات وأسواق جديدة لمنتوجاتهم. على المستوى الإفريقي هناك سياسات جارية للطاقة البديلة، لكن يجب توفير شروط ديمومتها. الطاقة الأحفورية جد مكلفة، ولحسن الحظ بإفريقيا هناك طاقة شمسية يتعين حسن توظيفها واستغلالها بالشكل الأمثل. تتميز هذه الدورة كذلك بطابعها العلمي بعقد ندوات ومحاضرات علمية، وكذا تنظيم مسابقة جامعية للأبحاث والابتكار مخصصة لطلبة في سبيل تمكينهم من تعميق معارفهم النظرية والعلمية في قطاع الطاقات المتجددة. إنتاج 22 مليون وحدة من صغار الأسماك بمحطة الاستزراع العلمي، وحوالي 16 ألف من الأسماك بالمياه العذبة، وتوفير 8000 منصب شغل، هي من أهم نتائج 3 سنوات الأولى من استراتيجية تنمية قطاع الصيد
بالمياه العذبة والتي فعلتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. النتائج تم تقديمها اليوم بالرباط. بوجمع الحفاوي وعثمان التازي. خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على أن الاستراتيجية التي تبنتها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر حققت نتائج إيجابية سواء في مجال النهوض بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية وزيادة إنتاج الأسماك على مستوى حقنة السدود أو في مجال الرفع من حجم إنتاج الأسماك وصغار الأسماك، بالإضافة إلى خلق مناصب للشغل للصيادين من ساكنة العالم القروي. فيه رقم معاملات اللي كيتعدى 15 مليون درهم واللي كيهم تقريبا 3000 ديال الصيادين اللي هما يعني بطبيعة الحال منضمين على شكل تعاونيات بالأساس، لأن ما يهمنا في هذا الشأن وهو وضع هذا المجال يعني كرافعة أساسية بالنسبة للتنمية المحلية والجهوية والتنمية القروية بصفة عامة في إطار الاقتصاد الاجتماعي. في إطار لجنة الصيد تم تقديم مجموعة من المشاريع والبرامج التي تم تفعيلها في هذا الموسم والتي تتخص الصيد السياحي خاصة في مناطق جهة سوس ماسا، كذلك في الأطلس المتوسط بالنسبة لصيد الأطخويت. كذلك تم تقديم مجموعة ديال البرامج التي تتعلق بتربية الأسماك التي تقوم بها المندوبية السامية في حقنة السدود. واستنادا إلى هذه النتائج الهامة حددت لجنة الصيد في المياه القارية جملة من القرارات تخص صيد الموسم المقبل الذي سيفتتح في 18 مارس القادم، فضلا عن إدراج مجموعة من المسطحات المائية كمحميات للصيد وذلك لضمان استغلال معقلا للثروات السمكية في المياه العذبة. عقدت وكالة الحوض المائي بإقليم الرشيدية يوما دراسيا حول ترشيد عملية استغلال المياه. الحدث تم فيه تسليط الضوء على المهام المنوطة بشرطة المياه التي تقوم بمسؤولية مراقبة استغلال المياه والمحافظة عليها. تفاصيل أكثر مع وفاء اليعقوبي وعبد الفتاح الزوين. شرطة المياه بإقليم اتخذت لها اليوم كوجهة قيادة واد نعام. خلال جولاتها التفقدية صادفت عربة محملة بالأحجار التي تستعمل في أغراض البناء. مراقبة الرخصة ضرورة ملحة. هذا الرملة هذه شفتها في واش تاع شركة ولا لا؟ في الواد. والوادية واش مع جمعية ولا مع جمعية؟ جمع الموارد المائية باش تحافظ وما يكونش شي تلوث ولا شي تأثير عليها ولا شي حاجة. هذه مزيانة، مبادرة زوينة بصراحة، كنتقبلوها احنا بواحد واسع الصدر لأن مبادرة زوينة بصراحة. هنا كنرى نضبطوا هاد الناس اللي كيديروا هاد الأمور خارجة على المنصوص عليها في القانون، كنضبطوا محاضر ديالنا وكنا ناخذوا نعيدوا كندفعوها للجهة المعنية النيابة العامة وهي اللي كتاخذ القرار المناسب. تقوم شرطة المياه بمراقبة الرخص رخص حفر الآبار وبمعاينة الضيعات الفلاحية لتفحص طريقة السقي ومدى محافظة الفلاحين على الموارد المائية والاستغلال العشوائي أو التلوث. الحمد لله شركة يفرحوا وكيفاش وكيساهم هذا الشيء النسبة في الحفاظ باش نعرفوا النسبة المائية اللي كتكون الماء اللي في الفرشة المائية باش ما كتكونش واحد الإفراط في الاستعمال ديال الماء. وحنا الحمد لله هذا الشيء راه كيبشر بالخير. يهدف هذا اليوم الى التعريف اولا بشرطه المياه، المكونات ديالها، كيفيه يعني تحرير المحاضر ضد المخالفين، ولكن تنبداو في الاول بالتحسيس وليس الجزر. في هذا اللقاء الموسع تم تحسيس جميع المتدخلين بأهمية هذا القانون والهدف من تفعيله على أرض الواقع. إذن الحديث عن عقلنة استغلال الماء يقودنا ياسر إلى المجال الفلاحي وتحديدا من إقليم إفران حيث موسم فلاحي واعد بعد التساقطات الأخيرة، أليس كذلك؟ أكيد التساقطات الثلجية وكذلك المطرية بتأثير إيجابي على الوضعية الفلاحية عموما بالمملكة وخاصة كما سنتابع من خلال هذا النموذج بإقليم إفران. إذن ارتباطا بالمجال الفلاحي موسم جيد من حيث الإنتاج ينتظره فلاح إقليم إفران بعد الوضع المناخي الملائم هذا الموسم. زراعة الحبوب والتي تغطي
مساحة 53 ألف هكتار بالإقليم يعول عليها للرفع من المردودية مردودية الأراضي الزراعية كما سنتابع في هذا الرقج لحسن الطبعي وأحمد الفاضلي. التساقطات المطرية والثلجية شهدها إقليم إفران في الآونة الأخيرة كان لها الوقع الإيجابي على نمو العديد من المزروعات وخاصة الحبوب والزراعات الكلائية. بالفعل إقليم إفران يوجد في واحد المنطقة جبلية اللي الاقتصاد ديالو يعتمد على الفلاحة أساسا. مؤخرا عرف واحد تساقطات مطرية جد مهمتها فوق 300 ملم وثلوج كثيفة يفوق في بعض الأحيان 2 أمتار. المساحة الإجمالية للإقليم تفوق 83 هكتار، فيها 61 ألف هكتار من الحبوب القطاني، والإنتاجية ديال الحبوب تفوق 530 ألف قنطار. طاحت عندنا واحد الجام مزيانه هذا العام اللي ما عمرها طاحت عندنا سنين هذه، وتبعتها البارح واحد الشتيوة مزيانه، طاحت علينا واحد الشتاء مزيانه اللهم لك الحمد. وكما كتشوفوا كنديروا حنا هنايا كنديروا العلف ديال الكسيبه، كنديروا الخرطوم، كنديروا الشعير، وبالنسبه للماكله ديالنا كنديروا فارينه، كنديروا القمح، كناكلوا من القمح داك الشيء اللي كيشيط لنا كنبيعوا منه، واللهم لك الحمد هذا العام راه مزيان. ودابا الحمد لله راه عطى الله الخير، البيار موجود، الماء الخير موجود، خصنا بنادم غير ينوض يخدم الارض مزيان، الفلاح ينوضوا يخدموا راه ما يخص حتى خير. وصول المحاصيل الزراعيه الى مستويات من النمو يتطلب تدخل الفلاح ومواكبته للحقول من خلال المعالجه. اول تدخل بعدا هو خص يدير واحد المحاربه ضد الاعشاب الضاره، ثانيا خص يدير واحد العمليه ديال تسميد الازوتيه باش كيعطي واحد الطاقه الحراريه للزراعه نظرا للتساقطات البطاريه اللي عطى الله الحمد لله، وراه انت كيشوف الارض مازال فاسكه. والتدخل التالي هو خصنا ندير واحد التدخل ضد الامراض الفطريه اللي يقدروا يصيبوا لنا زراعه الحبوب. الاراضي الفلاحيه وخاصه بالمناطق البوريه غتبت أخضرا بفعل تساقط الأمطار والثلوج، مما يبشر بموسم فلاحي جيد بالإقليم. الله يسخر. ما الآن فنتابع أهم النسب المحققة من جانب بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات. هذا إذن تنتهي اقتصادية هذا اليوم، أما الآن فنعود إلى الرياض. شكرا لك ياسر. نواصل من الرباط حيث اتفاقيات التعاون وقعها اليوم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مع المندوبية السامية للتخطيط والجامعة المغربية، هدفها الارتقاء بالمدرسة المغربية. عبد الشكر محمد تونينا. اتفاقية إطار للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمندوبية السامية لتخطيط تهدف إلى وضع الإحصائيات والدراسات التي تنجزها المندوبية رهن إشارة المجلس. المجلس له احتياجات مضبوطة فيما يخص الإحصائيات، الدراسات، البحوث الميدانية، ولأن المندوبية متوفرة على قاعدة للمعطيات والدراسات الكافية للاستجابة لها. اتفاقية أخرى للتعاون بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والجامعة المغربية بهدف وضع إطار مرجعي للشراكة وتبادل المعطيات والوثائق والإصدارات والمساهمة في إنجاز الدراسات التي يشرف عليها المجلس. دراسات
اللي بادرها المجلس تتعلق بالمردودية الداخلية والخارجية لأداء الجامعات بمواكبة تكوينات لمتطلبات الشغل مهن التعليم وعدد ديال الأوراق جد مهمة. الاتفاقية المبرمة خلال هذا اللقاء إلى تعزيز مختلف المجهودات المبذولة من أجل إنتاج دراسة موضوعية عن واقع المنظومة التربوية بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومعينة. سوريا المحطة الأولى في الخبر الدولي، ومنها نداءات استغاثة ومأساة إنسانية يعيش فصولها يوميا آلاف المحاصرين في الغوطة الشرقية جراء أسابيع من القصف المكثف. عبد الوهاب الكعرقي. في الغوطة الشرقية دخلت الهدنة الإنسانية اليومية المعلنة من الجانب الروسي حيز التنفيذ، ومن المقرر أن تستمر 5 ساعات اعتبارا من الساعة 7 صباحا إلى 12 زوالا بتوقيت غرينتش، بهدف فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين. وحسب مكتب تنسيق الأمم الإنسانية في الأمم المتحدة، فإن أكثر من 1000 شخص بحاجة إلى إخلاء طبي من الغوطة الشرقية التي تعرضت 76% من منازلها لأضرار جراء القصف. وكانت الغوطة الشرقية قد تعرضت لقصف جوي ومدفعي متواصل قوات النظام لأزيد من 10 أيام، وأسفر عن مقتل 560 مدنيا، وزاد من معاناة المدنيين المحاصرين في المنطقة والتي تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بحوالي 400,000 مدني. وذكر أحد الأطباء العاملين في الغوطة الشرقية بأن هدنة 5 ساعات غير كافية لتوصيل مواد إغاثية، مضيفا بأنه لا يسمح إلا لقوافل الأمم المتحدة بالدخول وبأعداد محدودة نظرا للقيود التي تفرضها الحكومة السورية. سياسيا حذر وزير الخارجية الفرنسي من موسكو من تحول الحرب في سوريا إلى صراع إقليمي، داعيا إلى وضع آليات لمراقبة الهدنة، مضيفا بأن روسيا وحدها القادرة على الضغط على دمشق لتنفيذ القرار الأممي 2401 حول الهدنة في سوريا. علقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اليوم إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية بعد احتجاجات تمثلت خصوصا في إغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة ل3 أيام. وأكد الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم تعيين فريق للتوصل إلى حل بالنسبة للإجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى فرضها. 90% على الأقل من مسلمي الروهينجا فروا من ديارهم في إقليم أراكان حسب إحصائيات أجرتها منظمات دولية غير حكومية، فيما تحدثت مصادر محلية عن مقتل الآلاف منهم في أعمال عنف دفعت حوالي 826 ألفا من الأقلية المسلمة إلى الفرار نحو بنغلاديش المجاورة. إلى بروكسل، حيث اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكسيت أن الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن، وتأمل لندن من خلال هذه المرحلة الانتقالية تجنب تداعيات خروج قاس في انتظار التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. موجة صقيع غير مسبوقة مصدرها سيبيريا تجتاح أوروبا منذ الأحد، وحصيلتها وفاة عدد من الشرادين وحالة فوضى عمت حركة النقل، ما أدى إلى إلغاء عدد من الرحلات البرية والجوية. سكن عليتو. هكذا تبدو العاصمة الإيطالية روما، ثلوج كثيفة لم تشهدها المدينة منذ 2012، غطت أشهر المعالم السياحية وأدت إلى إغلاق العديد من المدارس وتعطل حركة القطارات وخدمة الحافلات، بينما تجتاح أوروبا كتلة هوائية باردة قادمة من سيبيريا خلفت 10 قتلى على الأقل وأدت إلى تعطل الرحلات بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى أدنى مستوياتها. في بولندا سجلت 5 وفيات على الأقل وسط انخفاض الحرارة إلى 16 درجة تحت الصفر، ومن المتوقع أن تبقى ما دون 12 تحت الصفر مع اشتداد البرد بسبب الرياح العاصفية. وفي بريطانيا حذرت السلطات من احتمال تساقط مكثف للثلوج وتأخر الرحلات البرية وسكك الحديد والرحلات الجوية، مع إمكانية انقطاع الكهرباء وخدمة الهاتف في بعض المناطق.
وفي برلين حيث يقدر عدد المشردين ب3000 على الأقل، تزداد المخاوف على سلامتهم ما دفع بالمسؤولين إلى توسيع مراكز الإيواء التي اكتضت عن آخرها مع انخفاض درجات الحرارة إلى 20 تحت الصفر. ولا يختلف المشهد في كل من هنغاريا، بلغاريا، صربيا وليتوانيا، حيث تسببت الثلوج في حوادث سير مميتة. غدا وبعد غد تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية هبوب رياح قوية وأمطار رعدية بالعديد من أقاليم المملكة. معطيات أخرى عن الحالة الجوية المرتقبة نتابعها ضمن تصريح الحسين يعبد عن مديرية الأرصاد الجوية. ابتداء من زوال يوم غد الأربعاء بحول الله ونتيجة لاقتراب منخفض جوي ببلادنا والذي سيكون أكثر عمق ونشاط، ومن المحتمل أن يكون مصحوب برياح جد قوية خصوصا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى وكذلك المناطق الداخلية للبلاد، مع قوة الرياح قد تصل أحيانا من 80 إلى 100 كيلومتر في الساعة خصوصا بالسواحل الأطلسية الشمالية. كذلك البحر سيكون كثير الهيجان خصوصا بالسواحل الأطلسية، حيث سيصل علو الموج من 5 إلى 7 أمتار خصوصا بالسواحل الأطلسية الشمالية وكذلك غرب مضيق جبل طارق. هذا المنخفض من المحتمل كذلك أن يعطي أمطار عامة ومعتدلة وأحيانا على شكل زخات رعدية قوية خصوصا بوسط البلاد خصوصا مناطق سوس، شياضمة، عبدة، مرتفعات الأطلس والريف، كما سترافق هذا الاضطراب الجوي تساقط الثلجية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وكذلك الريف والتي يتجاوز علوها 1600 متر. هذا الاضطراب الجوي سيبتدي ابتداء من يوم يعني بعد زوال من الأربعاء إلى غاية نهاية الأسبوع بحول الله. وعلى إثر هذه النشرة الإنذارية قد تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لأقاليم أكادير، الدوتنان، الصويرة، تارودانت، إنزغان، أيت ملول، شفشاون، وزان، الحسيمة، تونات، طنجة، الفحص أنجرة، العرائش، تطوان، القنيطرة، سيدي قاسم، تازة، الحاجب، الخميسات، خنفرة، أسفي، شيشاوة قد تعرف اضطرابات في حركة السير، وعليه تهيب وزارة التجهيز واللوجستيك والماء بكافة السائقين إلى تأجيل تنقلاتهم من وإلى هذه الأقاليم إلا في حالة الضرورة وتجنب التنقل ليلا وعدم المغامرة بحياتهم، وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية. ولمزيد من المعلومات وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين الموقع الإلكتروني والهاتف الظاهرين على الشاشة. المؤسسة الوطنية للمتاحف توقع في باط على شراكة مع أحد الفاعلين في مجال الإشهار الحديث، خطوة تسعى من خلالها إلى تثمين تراث المتاحف لدى عموم المغاربة وطنيا وجهويا. سكين الإدريسي وعبد الله مزاحم. استراتيجية جديدة سيتم بها تسهير المؤسسة الوطنية للمتاحف من اليوم فصاعدا عبر الاعتماد على التسويق الرقمي، والهدف الترويج للثقافة المغربية وحث المغاربة على الاهتمام بتاريخهم وتراثهم خاصة بين فئة الشباب. المؤسسة الوطنية للمتاحف بغات في هاد الشيء اللي كدير وفي هاد الاستراتيجية اللي عندها تقيس وكل ولد صغير ودابا الولاد الصغار وكل شيء كيقيسوا هاد النوفل تكنولوجي. دونك علاش هاد الشيء؟ حنا كهذا شرف كبير لينا حنايا، وانا فرحان اليوم باش نقيسوا كل واحد في الدار نتاعو. حنا بغينا نعاونوا الابداع المغربي والابداع اللي كان هنا في المتحف باش يبان عند المغاربه كلهم وعند العرب كلهم. بزاف ديال المتبعين في مصر، عندها في السعوديه، عندها في تونس، في الجوردانية. المهم حنا بغينا نوصلوا الثقافه المغربيه للعالم العربي كله. تطبيق هذه الاتفاقية سيتم عبر تخصيص فريق عمل مختص في الإشهار الحديث لمواكبة جميع أنشطة المؤسسة، كما سيضع رهن إشارتها جميع الوسائل لنقل المعلومات عبر شبكته التواصلية التي تحقق 3 ملايير مشاهدة في العالم العربي. الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق يقوم بزيارة لبلادنا. اليوم كان له لقاء بمجلس المستشارين هم توطيد العلاقات المؤسساتية البرلمانية بين البلدين والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة التنموية والأمنية والبيئية.
الأمين العام لحركة مشروع تونس كان له اليوم أيضا لقاءان مع رئيسي فريق الأصالة والمعاصرة بمجلسي المستشارين والنواب، تناول سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. رفعت قبل قليل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة. الجلسة تم خلالها الاستماع إلى المتهمين كل حسب المنسوب إليه من خلال عرض الأشرطة المصورة والصور والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بهذه الأحداث، وستستأنف يوم الخميس. أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أنه تبع للبلاغ الصادر عنه يوم 25 فبراير بخصوص الأحداث التي شهدها الملعب الكبير بمراكش مساء أول أمس الأحد، فقد تقرر متابعة 24 متهما في حالة اعتقال و35 آخرين في حالة صراح، في حين تمت إحالة 9 قاصرين على قاضي الأحداث. وذكر بلاغ لوكيل الملك أن المتهمين سيتابعون من أجل الإهانة والاعتداء على رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظيفتهم نتج عن جرح وإراقة دم، والمساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية ارتكب خلالها ضرب وجرح وتعيب وإتلاف تجهيزات منشأة رياضية وتعيب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية. كما سيتابع هؤلاء، يضيف المصدر ذاته، بتهم المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية نتج عنها إلحاق أضرار بأملاك منقولة مملوكة للغير والضرب والجرح باستعمال السلاح، وحمل سلاح يمكن استعماله في أعمال عنف داخل الملعب، وحمل سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات ومحاولة إدخالها إلى الملعب. مباشرة بعد هذه النشرة تلتقون مشاهدين الكرام مع حلقة من برنامجكم قضايا وأراء. اليوم الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018 أي حصيلة. التقديم لعبد الرحمن العدوي والإخراج لسلاف سريعي. إلى التذكير، في رسالة ملكية سامية موجهة للمشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية، جلالة الملك يدعو إلى وضع مفهوم القمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد، مجدداً التأكيد على الطابع الاستعجالي للإصلاح الشامل للإدارة العمومية. في تصريح مشترك، المغرب والاتحاد الأوروبي يجددان حرصهما على الحفاظ على شراكتهما وتعاونهما في مجال الصيد البحري. الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية تجمع كبريات المؤسسات والمقاولات المشتغلة في المجال بالدار البيضاء ضمن معرض دولي يستعرض فرص الاستثمار الواعدة في الطاقات النظيفة. وتأثير إيجابي للتساقطات المطرية والثلجية على سير الموسم الفلاحي بإقليم إفران ودينامية جديدة تضفيها على زراعة الحبوب. غدا نلقاكم بإذن الله.